زي ما قلنا، طبقات القشرة الأرضية بتتعرض طول الوقت للحركات بسبب تيارات الحمل اللي موجودة في الوشاح، ولكن بتوصل الصخور لمرحلة ما تقدرش تتحمل الضغط أكتر من كده، فبتعمل فوالق، والفالق هو كسر في الطبقات يصاحبه إزاحة. المشكلة كلها في الإزاحة دي. طاقة الوضع اللي موجودة في الصخور بتتحول إلى طاقة حركة تنتشر في طبقات الأرض على هيئة موجات. أول نوع من الموجات وهو الموجات الأولية، ودي بتبقى موجات طولية، يعني تضغطات وتخلخلات بتنتشر خلال الأجسام الصلبة والسائلة والغازية، ودي بتكون أول موجات ترصدها أجهزة الرصد، أجهزة السيزموجرام. تاني نوع من الموجات وبيكون الموجات الثانوية، ودي موجات بطيئة لأنها موجات مستعرضة، عبارة عن قبب وقيعان بتنتشر في الأجسام الصلبة بس. بيجي الجيولوجي في محطة رصد الزلزال بيشوف الوقت اللي وصلت فيه الموجات الأولية والوقت اللي وصلت فيه الموجات الثانوية ويطرحهم من بعض. هنا زي ما احنا شايفين طلع له الفرق 3 دقايق. بيجي على المنحنى ويشوف ال3 دقايق دول كام سنتي، ويبتدي يمشي على المنحنى لحد ما يوصل لنقطة معينة تكون فيها نفس المسافة بين المنحنيين تعادل 3 دقايق. هنا بيقدر يعرف المسافة بينه وبين مركز الزلزال، هو كده عارف المسافة اللي طلعت له 1800 كيلومتر، بس مش قادر يعرف من أنهي اتجاه، فبيرسم دايرة نص قطرها المسافة اللي طلعت له في المعادلة. هو متأكد جدا إن نقطة مركز الزلزال أحد النقط اللي موجودة على محيط الدايرة، لكن هي فين؟ هو مش عارف. فبيستعين بمحطة تانية بتعمل نفس المعادلة وترسم دايرتها هي كمان، وطالما في دايرتين هيتقاطعوا في نقطتين. بيستعينوا بالمحطة التالتة اللي بترسم هي كمان دايرة، وبكده 3 دواير هيتقاطعوا في نقطة واحدة. النقطة دي هي نقطة فوق المركز، النقطة اللي فوق مركز الزلزال بالظبط، وهي أكتر نقطة تعرضت للدمار، عشان الموجتين الأولية والثانوية اجتمعوا فيها وبقوا موجة سطحية، الموجة اللي بتتحرك بشكلين Love Waves و Rayleigh Waves، بتهز الأرض بالشكل ده فبتدمر أي شيء موجود على سطح الأرض، أي مباني أي بيوت كله بينهار، زي ما حصل في مصر سنة 92. عاشت مصر يوما عصيبا مع اهتزاز أرضها بزلزال قوته 5.9 بمقياس ريختر، وقد بلغ عدد ضحايا الزلزال 473 قتيلا، 2101 مصاب، وانهار 139 منزلا. الزلزال بيقف لحد كده لو كان حصل على اليابسة، أما بقى لو كان حصل في البحر بتبقى المشكلة أكبر. الموجات بتنتقل من قاع البحر للمية فبتعمل موجات، الموجات دي بتنتشر على شكل دوائر في كل الاتجاهات، وكل ما تقرب من البحر ارتفاعها بيزيد، ممكن توصل لحد 10 متر، وبتبقى اسمها موجة تسونامي، الموجة اللي بتدمر بلاد كاملة. أعلى تسونامي حصل في التاريخ كان ارتفاعه 524 متر، حصل في ألاسكا سنة 1958، وتسبب في أن 30 مليون متر مكعب من المية نزلوا على مدينة دمروها تماما. تسونامي من أبشع الكوارث الطبيعية اللي محدش بيقدر يتوقعها. لو خايف من الزلازل اعمل لايك، أما بقى لو أنت بتحب البراكين اعمل شير، واكتب لي في التعليقات عايزني الفيديو الجاي أتكلم عن إيه. شكر جدا ليكم، ربنا يوفقكم. لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب، سؤال صعب، سؤال يراودني.